الخرطوم. وفي هذه المرة مشاهدينا نتحدث عن خير جليس يظل الكتاب، بالتأكيد رغم التطور الكبير ورغم الإعلام الحديث هو يظل دائما خير جليس، يصنع فرقا بكتاب. حاليا المبادرة قدرت تغطي حوالي 12 مكتبة عامة في 12 مدينة مختلفة، بالإضافة لأن هي عملت جزء من عملية التغيير الاجتماعي، إنه في مبادرات بعد ذاك بقت ماشية بنفس النسق. عملية التغيير هي بتبدأ من أبسط المستويات، أنت أي فرد مفروض يكون في بيته عنده مكتبة ولو من 3 كتب. يعني كل المشاكل اللي نحن عايشين فيها هي بسبب الرئيسي لا الجهل والتخلف الاجتماعي وغيره، ممكن يتم حلها عبر المكتبة. يعني في مشاريع كثيرة انطلقت من أصنع فرقا بكتاب. حاليا عندنا مكتبة اليرموك شغالة في أكثر من 12 مجال تقريبا، يعني من محومية لامتحان لطلاب الممتحنين الشهادة السودانية، طلاب الأساس، مركز لتدريب حقوق الإنسان، للتدريب على مجال الحاسوب، على كم مجال. يعني شكلية البرنامج هو واضح انه ادفع شمعة الثانية للمبادرة، ادفع الشمعة شيء في معناها انه السنة الثانية للمبادرة، مستعدين انه نولع الشمعة الثالثة لانه نجتهد في مصاري انه ندعم المكتبات العامة في كل السودان، في كل قرية، في كل ريف، في كل ربع السودان يكون في مكتبات، بها ممكن يكون في منتديات، عبر المنتديات ممكن يتم معالجة القضايا الاجتماعية للناس اللي تعاني منها، عبر معالجة القضايا هنتقافى من حاجات كثيرة.